السلام عليكم خوتي ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله صحة تكون لاباس توجور في قناتكم سبورا لا دي زاد مع القادم مرحبا بكم خوتي بارك الله فيكم على الدعم إنضم للقناه جديد نقول له اهلا وسهلا وبارك الله فيك على الثقه التي عطيتها لنا واللي راه يتفرج فينا جديد بطبيعه الحال نقول له مرحبا بك خويا وماذا بينا تشارك معنا في القناه اذا عجبك المحتوى نروح ونطيروا الى موضوع تاع نهار اليوم هو يوسف بليلي وتوجيه لرساله شديده اللهجه لكل من بالرحمه و ياسين إضافة إلى هذا وجه رسالة كذلك إلى جيميل الماضي أني كنت عند الوعد تاعي ورجعت تقريبا إلى مستوى يوسف بليلي في كل النواحي أولا شفنا درت سبق لأن عملت موضوع على هذا هذا الطرح او يعني نفس الصبغه او نفس الاطروحه ان يوسف بليلي عائد الى المنتخب الوطني الجزائري وغادي يكون كما حنا نقولوا المنافس الاول لسعيد بالرحمه او ياسين ابراهيمي بزاف قالوا لي كيف تقارن البطوله الانجليزيه بالبطوله القطريه هنا ما نش نقارنوا بين البطولتين هذه واحد امكانيات بالرحمه حتى واحد ما يهدر فيهم امكانيات ياسين ابراهيمي كذلك امكانيات بالليلي كذلك تقول عليه خارج الميدان يعني قول عليه واش تحب لكن داخل الميدان وخاصه خاصه مع المنتخب الوطني الجزائري نهضروا صراحه حتى هذا باحتراف الكل جمال بالماضي مع العلم لا انا نعرف كيما جمال لا واخد اخر يعرف كيما جمال يعني جمال هو المدرب المنتخب الوطني هو المسؤول عن المنتخب الوطني واي كلمه تخرج من ال... عن اي لاعب من المنتخب الوطني يعني تكون في الميزان لانه هو عارف صغيرة والكبيره على هذا اللاعب باش يختاره ويجيبه للتشكيله الوطنيه ويعطيه ثقه ك... يعطيه ثقه كبيره في وجود خبره ياسين ابراهيمي وفي وجود يسخ موهبة بالرحمة تبين لك أمور كثيرة تبين لك أمور كثيرة أن هذا اللاعب يسوى 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 وكذلك شفنا كي صرح جمال بالماضي قال لك لو عنده احترافية سواء يعني الطوب دي طوب عيسى ماندي كرة على الأقل في توتنهام أو أتليتيكو مدريد يعني الجانب الانضباطي في حياة يوسف بليلي هو اللي أداه يكون في الدوري القطري ضروري لكن هذا لا يهم نرجع لسؤال اللي راهم يتابعونا خاوتي كي قال لي كيف تتقارن واحد يلعب في الدوري الانجليزي الممتاز وواحد يلعب في الدوري القطري واحد هنا المقارنه لا تجوز هذه واحد اثنين يعني الدوري القطري ب 14 فريق الاخرين مش عارف شحال عن عندهم مقابله حتى ال مقابله في السنه يعني فريق هائل هائل سواء على في لا شارج سواء في الامكانيات سواء في الريت يعني في امور بزاف يتخطاو الدور القطري هذه وحده اثنين البطوله الانجليزيه مصنفه الاولى او الثانيه عالميا البطوله القادريه الله اعلم خالتي شحال مصنفه اثنين التتويجات سواء الانجليزيه او خاصه نهضرو في اطار الانديه، الانديه الانجليزيه حدث ولا حرج، ندو ليفربول، مانشستر يونايتد، حتى تشيلسي، مانشستر سيتي وغيرها من الامور. تشوف النجوم يعني تختلف بعد السماء على الارض. كي تشوف النجوم الناشطون في الدوري الانجليزي الممتاز والنجوم اللي ينشطون في الدوري القطري، ترى الفارق. ربما امكانيات الملاعب والامكانيات الماليه ربما يتقاربوا او يت... في نسبة تفاوت في الدوري الإنجليزي ربما أربع أضعاف ربما واحد أفون كما كيما بوني مليون أورو راخر في الدوري الإنجليزي ربما يتحصل على الضعف أو فوا لهذا المقارنة بين البطولات في جميع الميادين في جميع الميادين مالي نجوم إعلامي تتويجات سمعة عالمية في كل الأمور. لصالح الدوري الانجليزي هذه راني معاكم خاطئ لكن انا كي نهضر على بلالي نهضر على بلالي في المنتخب الوطني الجزائري ونهضر مع بالرحمه في المنتخب الوطني الجزائري وعلى ياسين ابراهيمي في المنتخب الوطني الجزائري تشوف انت الاهداف اللي سجلها يوسف بلالي خاصه في الاونه الاخيره مع العلم انه هو اللي راه صوفي في الفريق يعني مقابلتين ثلاث مقابلات ثلاث انتصارات كم هائل من الاهداف خمسه اهداف يعني لو تحطوا في نسبه الاهداف هو راه هداف الدوري القطري في الاونه الاخيره هذه من جهه يوجد عده اسباب اولها ربما تاقلم يوسف بلالي بسرعه مع الجو القطري يعني ما خرجش بزاف عن الجو السعودي لكن نوعيه الملاعب عدم وجود المتفرجين. عدم وجود ضغط اضافه الى كما احنا نقول السيولة المالية متوفرة كفاءات مكافآت يعني حدث ولا حرج هدايا امتيازات وغيرها من الأمور ثم قربه من صديقه بونجاح ربما شجعوا على البقاء في الدوري القطري أو النوسني في الدوري القطري العائلة أقلمت مع الجو القطري أمور كثيرة إضافة إلى الفريق هذا جاب انتدابات كبيرة سواء من إيران سواء من العراق وحتى من أوروبا انتدابات مليحة ولا بها وشفنا المردود تاعو لهذا إحنا يهمنا يوسف بلالي يهمنا في الدوري آه في المنتخب الوطني الجزائري سيرت بالرحمة يعتبر نجم ونجم المرحلة الجاية ويعتبر موهبة وفلتة كبيرة في كرة القدم الجزائرية نتوقعوا له حنا يكون خليفه محرز ليس في الجهه تاع محرز ولكن في الجهه المعاكسه يكون خليفه محرز من حيث ربما التتويجات ربما لا الفرصه كامله ربما من حيث المسيره في الدوري الانجليزي الممتاز هي صعيب هي البرار فيها محرز عالي باش تدي احسن لاعب في الدوري الانجليزي تتوج ببطل الدوري الانجليزي ماشي ساهله خالتي ماشي ساهله ماشي لكن نتوقع ياسين بالرحمة رحمه آه نتوقع بن يكون كما حنا خليفه محرز في كل التتويجات لهذا حنا كي نهضروا على يوسف بليلي ونقولوا يوجه كما حنا نقولوا رساله شديده الى بالرحمة او ياسين ابراهيمي في المنتخب الوطني الجزائري يعني الادوار يعني مازال بالرحمه ما الامكانيات تاعو مازال ما, زال ما داش وما بينش امكانيات كل امكانيات ومهارات تاعو في الفريق الوطني ما جاتوش الفرصه الكامله رغم انه لعب بعض المقابلات وبعض الدقائق لكن غير كافيه نقولوها ونعودوها غير كافيه واحد بالرحمه تعطيه على الاقل أربعة الى خمس مقابلات باش يبان المستوى تاعو باش يتاقلم مع نوعيه اللعب ومع ميكانيزمات اللعب ومع العناصر الجديده في المنتخب الوطني الجزائري لهذا لكن في نفس الوقت خاوتي واحد كيما يوسف بلالي وامكانياته تاعو خاصه البدنيه بدون ما ننسى الجانب المهاري والجانب الموهبه نحتاجوه في المنتخب الوطني الجزائري خاصه خاصه في الاستحقاقات القادمه خاصه في الاستحقاقات القادمه اي القريبه او كما حنا نقولوا المتوسطه ماشي البعيده البعيده تسحق دي جان صغار تصحف كيما هادو اللي راهم طالعين كيما كويري كيما شرقي كيما هادو اللي جان اللي راهم طالعين كيما بو يسموه يا ربي فراج كيما بوداوي اللي مالا كيما بزاف بزاف امور ربما بوداوي ي... يواسيه المدرب ويخرجه من الازمه تاعو ما تنساوش في خاوتي يعني الحاجه اللي ديرها لا تختفر لا تختفر لا تختفر لا تختفر لكن جبدت انا من طابع خالتي جبدتو من طابع السن ومن طابع الموهبه هادو اللاعبين اللي غادي بالناصر عندنا عندنا لاعبين كبار شباب راهم في الطريق لكن في المستوى القريب وعلى المستوى القريب نحتاج لاعبين امثال بالليلي لهذا اللهجه رفدها آه التحدي رفدها بليلي وكما حنا نقولوا حتى الان في هذه في المقابلات بين خامه بالليلي وبين موهبه بالليلي لهذا لازم ننتظروا كلنا بليلي كلنا لازم ننتظروا بليلي لان بليلي قادم بقوه وبقوه حنا ان شاء الله يكمل في التالق تاعو هذه وحده اثنين يركز على الجانب البدني هذه اثنين ثلاثه يزيد الضغط على بالرحمه وياسين ابراهيمي باش يعطوا كل اللي عندهم لما تكون التنافس ويشوفوا بلال شعل اكيد بالرحمه وياسين ابراهيمي يزيدوا فاني خاصه ربما الماتش الجاي بالرحمه يكون نتيجه الخساره اللي تلقاها كونتر مانشستر يونايتد ربما يكون تيتي لهذا ان شاء الله بربي كذلك هو يبذل مجهود كبير وكبير وكبير لفرض اولا نفسه في في الفريق تاعو كاساسي ثم في المنتخب الوطني لما يكون عندك هذو العناصر الاختيار يكون صعيب للمدرب لكن هو الاساس المدرب هو اللي ياخذ الاختيار لهذا احنا قولوا ليوسف ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظك عليك ويبعد عليك ويبعد عليك الاصابه وان شاء الله بربي ان شاء الله بربي يشوفوك خير وخير وخير راك تمركي بالزو ان شاء الله تمركي بالثلاثه وبالرابعه وبالهاتريك والسيبر هاتريك كما كان بونجاع وتتالق وترجع الى حالتك حي البدنيه والطبيعيه مع العلم انك في المستوى المطلوب ان شاء الله تواصل وتبعد على المشاكل الخارجيه لكره القدم والسلام عليكم خاطئ.